boys. Come and see this. Dad, can we swim in there? Yeah, we can go swimming, yeah. Nice. Go get it, Lucas. السلام عليكم. اليوم سنتطرق إلى فيلم كارثة طبيعية The Impossible عن أحداث مقتبسة لعائلة وفقا للتسونامي الذي ضرب الساحل الجنوبي الغربي للتايلاند. الفيلم من إخراج خوان أنطونيو بايونا وتأليف سيرجيو غوتيريس سانشيز، قد أصدر سنة 2012. بداية الفيلم أبرزت لنا عائلة بنات القاطنين في اليابان مستقلين طائرة متوجهة إلى تايلاند من أجل قضاء عطلة سعيدة بمنطقة كورلاك، لكن ستحدث كارثة طبيعية لم تكن متوقعة. تدور أحداث الفيلم حول عائلة بنات الصغيرة المتكونة من 5 أفراد، وهم الأب هنري وزوجته ماريا وابني البكر لوكاس وابني الصغيرين توماس وسايمون. فأثناء استمتاعهم بعطلتهم السياحية في كورلاك ضرب زلزال الساحل، مما أدى إلى ارتفاع المد البحري بصورة مفاجئة، ما أدى إلى ضرب تسونامي عنيف مكان تنزلهم حيث كان مفاجئا. تفرق جل الأفراد الذين كانوا في كورلاك بسبب تلك الأمواج المسرعة التي حطمت كل المباني على طول الساحل بمن فيهم العائلة. الأب والأبناء الصغار في اتجاه والأم ولوكاس في اتجاه آخر، الكل مصدوم مما حصل، الكل مرتبك من هول هذه المأساة. العائلة التي قامت بدور بطولي في هذا الفيلم بتقديم أفرادها ليد العون للكثير من الناس وقضاء إصابة الأم بجروح بالغة، ورغم ذلك لم تتوانى على المساعدة. في نهاية الأحداث سنترككم لتكتشفوا جميعا بدون حرق للفيلم. بالنسبة للتمثيل، قد استعان المخرج بممثلين مرموقين في هوليوود، حيث أن الزوج هنري كان من أداء الممثل البريطاني إيفان ماكغريغور، أبرز أفلامه مولان روج وبيكفيش. أما شخصية ماريا فكانت من أداء الممثلة البريطانية المخضرمة ناومي واتس، أبرز أفلامها كين كونغ. أما شخصية لوكاس فكانت من أداء الممثل البريطاني توم هولاند، أبرز أعماله سلسلة أفلام سبايدر. المخرج كان عمله البارز في هذا الفيلم، حيث تلاعب بنا من حيث الأحاسيس والحبكة الدرامية، وله أفلام ناجحة أبرزها جوراسيك وورلد و مانستر كاتس. قدرت ميزانية الفيلم 45 مليون دولار من توزيع وإنتاج عدة شركات أبرزها ورنر بروس بيكتشر. باسم طاقم قناة كلاب نشكر كل متابعينا الأعزاء على حسن المشاهدة، ونتمنى أن نبقى على حسن ظنكم. ولدعمنا على نشر فيديوهات جديدة نتمنى أن يبقى تحفيزكم لنا مستمرا بالشير وسبسكرايب. وأخيرا وليس آخرا، شعارنا الجديد دائما